موجة فرح كبيرة اجتاحت العالم بعد التأهل التاريخي غير المسبوق للمنتخب المغربي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية. امتدت الفرحة التي غمرت الجمهور العربي الحاضر في مدرجات استاد الثمامة إلى باقي الدول العربية، بالإضافة إلى الجالية المغربية والعربية المتواجدة بأوروبا. خرجت الجماهير العربية إلى الشوارع والميادين احتفالا بهذا النصر غير المسبوق عربيا. البداية من العاصمة البلجيكية بروكسل، جماهير مغربية وعربية تابعت المباراة بشغف، بل تفاعلت مع كل لقطة أو ركلة للكرة. وصلت الأفراح بل امتدت إلى عاصمة الأنوار باريس. توافد المشجعون من كل حدب وصوب لمساندة نصير ورفاقه. اتجهنا صوب ميلانو، حضر المشجعون لتوثيق هذه اللحظات التاريخية. أما الجماهير بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فكانت فرحتها بالتأهل مضاعفة بعد الإنجاز الفريد الذي سطره أسود الأطلس. وصلنا إلى غزة، تعالت الصيحات والهتافات معلنة عن نصيب الأهالي هناك من هذه الفرحة العربية. ولأن النصر التاريخي جاء على أرض عربية، هنا في الدوحة تزينت الأبراج بالراية المغربية بروح عربية تعبيرا عن الإنجاز التاريخي. إنجاز تاريخي وضع اسم المغرب والعرب على خارطة طريق لم يتوقعه أحد. مليون مليون إيه؟ مليار ديشليار، وشوفوا كل الأرقام اللي لسه ما حطلهاش أسماء. مبروك للمغرب، يوم تاريخي للكرة العربية، يوم تاريخي للكرة المغربية، وحقول انها كمان يوم تاريخي للكرة المصرية، لان النهاردة احنا كنا بنتفرج بقلوب مصرية مغربية. كتب المغرب التاريخ من جديد، المغرب تعبر الى نصف نهائي كأس العالم. ذهبت المغرب بسقف طموحات العرب والأفارقة والدول الصاعدة في لعبة كرة القدم إلى آفاق أخرى. لم يعد التمثيل المشرف هو الظهور الفني الجيد في بطولة كأس العالم، لم يعد التمثيل المشرف التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ16، لم يعد التمثيل المشرف حتى التأهل إلى دور ربع النهائي، والذي كان يشكل علامة فارقة للمنتخبات الأفريقية والأسيوية. المغرب اليوم في نصف نهائي كأس العالم. في كل الحالات يستطيع محب كرة القدم المغربية أن يقول من هذه اللحظة: المملكة المغربية واحدة من أكبر 4 دول في لعبة كرة القدم على هذا الكوكب. حتى مونديال 2026 النتيجة المغربية والإبداع المغربي يضغط بشكل قوي على كل الدول العربية المتميزة، والتي كانت تقدم أنها علامات رئيسية في لعبة كرة القدم. كنا زمان نقول في السعودية ومصر والجزائر وتونس والمغرب هي يعني منتخبات القمة العربية. اليوم سنتحدث عن المغرب فقط، وفليتنافس البقية لتحقيق جزء مما حققه أسود الأطلس في كأس العالم. ديما مغرب، ديما مغرب، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك لكل لاعب من لعيبة المغرب والشعب المغربي وجلالة الملك المغربي. المغرب هي الحلم العربي، المغرب جماعة العرب، المغرب جماعة العرب تحت راية كرة القدم. عشان تعرفوا سحر الرياضة، الرياضة تحقق ما تفشل فيه السياسة، وحدت الشعوب العربية. مفيش بيت في الوطن العربي ما شجعش المغرب، مفيش مواطن عربي من الأطلسي حتى العراق وسوريا والخليج ما شجعش المغرب. المغرب تكتب التاريخ، المغرب أسطورة عربية ينفرد عقدها في مونديال قطر. حين تسعى إلى تحقيق هدفك فهذا يسمى طموح، وحين تحقق هدفك في الوقت الذي لم يتوقعه أحد فذاك يسمى استثناء. المنتخب المغربي حقق إنجازا صنف في خانة غير المسبوق على المستويين العربي والإفريقي. لقد كان الأمر أشبه بالحلم وصار الآن أمرا واقعا. تسلموا يا أسود، عملوها الأسود، عملوها الوحوش، عملوها الأبطال، عملوها لعبة المغرب اللي شرفونا ورفعوا رأسنا وخلونا النهاردة حنبات ليلة ولا أحلى ليلة من أحلى الليالي العربية، ليلة ولا ألف ليلة وليلة، ليلة مغربية بامتياز، فيها عزم وفيها إرادة وفيها تحدي وفيها إصرار. هذه اللحظات التاريخية التي يعيشها الشعب المغربي في هذه اللحظة نعرف طعمها، نعرف تأثيرها، عشناها في مباراة واحدة عندما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين. تخيل المنتخب المغرب الآن يعيش في أفراح زلزال الأخضر مع الأرجنتين
لكن خمس مرات سواها في دور المجموعات، سواها في دور الـ16، سواها في دور الـ8، والله يعلم وحده ماذا سيفعل أسود الأطلس في نصف النهائي أمام فرنسا. تخيل من هزم بلجيكا، من هزم أسبانيا، من هزم البرتغال، هل يستعصي عليه أن يعبر إلى النهائي؟ التاريخ يكتب في هذه اللحظات. الحلم العربي مغربي، المستحيل ليس مغربيا. طيب هل المغرب عامل ده بالصدفة؟ لا مش بالصدفة. منتخب المغرب لعب حتى الآن 5 مباريات في كأس العالم، منهم 3 في الدور التمهيدي، لم يخسر حتى الآن. فأنت بتكلمي على توليفة من رجال المغرب، بس ده مش نتاج ضربة حظ. النهاردة بتفوقوا على البرتغال. لا، الحظ يمشي ماتش 2، ما يمشيش كل الماتشات دي، وما يمشيش قدام أبطال العالم. بقول النهاردة كرواتيا دي اللي خرجت البرازيل ووصيف العالم، بتتكلم على إسبانيا بطل العالم وبطل أوروبا. البرتغال يا جماعة كفاية كريستيانو قعدته بره الاسم، بس يخض قعدته حتى على دكة البدلاء. هذا الجيل جيل متابعي كرة القدم العرب، وليس جيل اللاعبين فقط. هذا الجيل يعيش حاليا لحظات تاريخية يكتب فيها تاريخ كرة القدم بشكل مختلف. كأس العالم 2022 في قطر كانت مونديال سقوط الكبار. لا، هذا المونديال هو مونديال صناعة الكبار الجدد في عالم كرة القدم. ألف 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 مبروك للشعب المغربي، للقيادة المغربية، للحكومة المغربية، لكل من يعمل في منظومة كرة القدم المغربية، وللأبطال والرجال الذين لعبوا وقاتلوا بكل روح من أجل إرسال هذه الفرحة إلى الشعب المغربي. لا نحسدكم بل نغبطكم، ونقول يا رب أن يحدث للقميص الأخضر السعودي في 2026 شيء مشابه. والمغرب بقول لك بتجري وراء الحلم العربي. المغرب إن شاء الله هتكون في نهائي كاس العالم لاول مره في تاريخ كاس العالم، يا رب. يبقى طرفه عربي. مصر شاركت في كاس العالم 3 مرات، 34 و90 و2018 لم تحقق اي فوز في الـ3 مرات. بلاش دي، منتخب المغرب او بلد المغرب مش فيها نجوم فنانين قد كده؟ وكلهم نعرفهم بالاسم. هل شفت منتخب المغرب كل الفنانين راحوا يتصوروا مع اللعيبه في معسكره زي ما حصل مع منتخب مصر في روسيا؟ ما شفناش ده. شفتي من معسكرك سداح مدح حكيم زياش واشرف حكيمي وبوفال وياسين بونو وكل النجوم اللي احنا اتفرجنا عليهم دول، ومرابط من احسن المدافعين، قافلين على نفسهم بيحفظوا الدرس اللي بيديه لهم وليد الركراكي، الشاب وليد الركراكي.